قال يسوع أنا هو خبز الحياة. طبعا بجدل المسيح مع اليهود اتكلموا عن المن في البرية، لكن في مقارنة بين المن وبين شخص المسيح. المن يقول عنه الكتاب في مزمور 78 أنه خبز الملائكة، أما المسيح فهو خبز الله. المن أكلوا الآباء في البرية وماتوا، هذا طبعا دليل مهم جدا. أما المسيح مكتوب عنه من يأكل المسيح يحيا إلى الأبد. المن كان فقط لشعب واحد، لشعب إسرائيل لمدة محددة، فترة 40 سنة في البرية. أما المسيح فهو الخبز الحي، هو الخبز الواهب حياة للعالم، لكل العالم. المن ليست فيه حياة في ذاته، كانوا بيأكلوا ويموتوا عادي. أما المسيح فهو الخبز الحقيقي الحي، والمن يرمز إلى المسيح، والآب هو المصدر، هو مصدر كل عطية صالحة. الآب أعطى المن في البرية، وهذا كان له رمز خاص، يسوع المسيح.